ازاي اوصل لطعم الغريبه المميز في البيت؟ بصي الغريبه دي فعلا السهل الممتنع وخدت مني وقت كتير قوي. السهل الممتنع صح؟ سهل ممتنع وخدت مني كتير قوي في اول ما بديت شغل ان هي توصل للكواليتي اللي انا عاوزاه. بس الغريبه سر نجاحها نسبه السكر القليله. كل ما تقللي نسبه السكر كنت كل ما تاخدي كواليتي حلو قوي، ممكن يعني اللي انت بتاكليه من افخم المحلات. نوع السمنه برضو اللي لما بيبقى كويس بيخلي طعمها حلو جدا، لان هي اصلا عباره عن زبده وسكر ودقيق، مش داخل فيها اي حاجه تاني. فلما بيبقى نوع كويس لا بياخدها في حته تانيه فعلا. تاني حاجه في الغريبه برضو السر نجاحها التسويه، هي بتعوز فرن هادي جدا وتبقى في الرف الاوسط وتاخد وقتها، اول ما تبدا تتحرك كده خلاص هي كده الغريبه استوت. تمام. بتطلع في منتهى الجمال. في طريقتين للغريبه، الطريقة المعتادة اللي هي نص كيلو دقيق على ربع كيلو سمنة على 8 كيلو سكر، وهنضرب السكر مع السمنة وبعد كده الدقيق. وفي طريقة جديدة أنا بعملها بتطلع نتيجة أفضل كمان. عايزين الطريقة الجديدة بقى. إن نضرب الثلاث مكونات في العجان. يعني هنحط كله على بعضه. هي الناس هتستغربها. على الزبدة على السكر. طب أنا ما عنديش عجان أعمل إيه؟ بمضرب البيض مفيش مشكلة. نحط الثلاث مكونات على بعض ونضربهم لمدة ما تقلش عن 10 دقايق مع بعض. تمام. وبعد كده هنستخدم البايبنج باك نشكل بيه. تتعمل زي البيتي فور كده. بتبقى خطيرة بقى. طب انت مثلا ما عندكيش، عشان نسهل يعني على ست البيت، تحطها في التلاجة ربع ساعة وبعد كده بتطلعها تشكلها عادي التشكيل اللي احنا عايزينه. وفي حاجة حلوة قوي في الغريبة ممكن تبات تاني يوم العجينة في التلاجة ما بيجرالهاش أي حاجة. بتتنيها زي ما هي وبتبقى تحفة، وممكن تقومي تشكليها تاني يوم مفيش أي مشكلة. تمام. ده دي هايلة جدا بصراحة. كانوا زمان ماما لما كانت بتعملها لي في البيت كانت بتحط لي فيها فص كده. أيوة اللوزة زمان كانوا يحطوا الفص ده كان يخش الفرن هو أبيض يطلع سيلفر مش عارف. دلوقتي بيحطوا سوداني ده لو حطوا حط برضو مكسرات بتبقى حلوة قوي. أيوة.